بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم مساء، حدث مهم وفرصة طيبة أن تكون في ضمن زيارتنا إلى واشنطن أن نستلم هذه القطعة الأثرية المهمة. وهنا لابد أن نسجل عظيم الشكر والامتنان باسم العراق شعبا وحكومة للمؤسسة والمتحف الذي عمل على الحصول على هذه القطعة الأثرية وإجراءات تسليمها وإيصالها إلى السفارة، فكل التقدير والاحترام لهذه الجهود التي هي فعلا تعزز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة. الآثار العراقية تمثل هوية البلد وتاريخه وحضارته، والعراق بحكومته وسلطاته تبدي الحرص الكبير والسعي المتواصل من أجل استعادة كامل القطع الأثرية، حيث تعرض البلد إلى موجة من السرقة وعدم الاهتمام طيلة الحقب الماضية التي لم يشهد فيها استقرار، ساهمت في خروج هذا العدد الكبير من هذه الآثار التي تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ وحضارة أمتنا وإسهاماتها للإنسانية. فهذا واحد من الاستحقاقات المهمة للحكومة وللدولة العراقية، أن تتعاون مع الدول الصديقة وكافة المؤسسات من أجل استعادة هذه الآثار. وهذا شأن ليس عراقي، هو شأن عالمي. مهم جدا أن نحافظ على هذه الآثار وإعادتها إلى موطنها الأصلي، ونقدمها للعالم وللأجيال لنؤرخ ونثبت حقيقة آبائنا وأجدادنا وما قدموه للإنسانية. أكرر شكري الجزيل لكم، وأشكر سفارة الولايات المتحدة في بغداد سعادة السفيرة على اهتمامها وتواصلها، وبالتأكيد الشكر الجزيل لسفارتنا في واشنطن على الاهتمام بتنفيذ توجيهات الحكومة في متابعة كل ما يتعلق بالآثار العراقية. شكرا جزيلا لكم. شكرا.